بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن والحمد لله نأكل ما نشاء ونشتري ما نشاء، عندنا نعمة وخير وأسواقنا مليانة خاصة بكل المواد الغذائية، وهذه نعمة من رب العالمين. طبعا وراء هذا الاستيراد الكبير الضخم وراءهم مستهلكين، تطول وكروش تبلع ما تقصر، وممكن جدا من مع ضيوفي نتحدث يمكن حتى عن كمية تكرمون الزبالة، زبالة الأكل وش كثر نقط في أكياس الزبالة، حنتحدث عن هذا في وقتها. الإنتاج الغذائي المحلي مهم لكل بلد، ولكن نحن نستورد أكثر بكثير جدا مما ننتج، ولكن حتى لو كان محدود يجب المحافظة عليه، يجب أن يتطور، يجب أن نهتم فيه ونشجع شيء اسمه إنتاج محلي. هل نحن ننظر إلى المستقبل؟ هل نحن مخططين جيدين على كل المستويات لتوفير الأمن الغذائي؟ والأمن الغذائي نود أن نعرف أولا جميعا كلنا نعرف ما هو الأمن الغذائي، وين موقعنا من الأمن الغذائي. هنبدأ مع الدكتور يتحدث لنا لو تتعرض عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور محمد السيد معهد كويت أبحاث العلمية. موضوع الأمن الغذائي طبعا موضوع يرتبط بحاجة سكان أي بلد إلى الغذاء، وهي حاجة دائمة ومستمرة. الغذاء نحتاجه بكميات معينة حسب السكان الموجود، وبنوعيات أيضا معينة حسب حاجة الأجسام في مراحل الأمر المختلفة وغيرها من أنواع الغذاء. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، لما الواحد يسمع الأمن الغذائي يبادر إلى ذهنه أن في مشكلة طارئة أو خوف من انقطاع الغذاء هذا، وهذا صحيح. المفروض الدول دائما يكون عندها الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وهذا عادة يتوفر بالاستهلاك بالإنتاج المحلي. الإنتاج المحلي يكون له أكبر دور في توفير الأمن الغذائي. شنو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى اللي هو أولا طبعا يعتمد على إمكانيات البلد، يعني أنت في الحد الأدنى مثلا تقدر تقول الخبز واللحم والسمك والأمور هذه الأساسيات مالت الأكل، يعني إحنا ما نبغى نروح حق الكماليات، نروح حق الأساسيات اللي ما يقدر المجتمع يعيش من غيرها. بس هذه تحكمها أيضا مثل ما تفضلت في البداية، شنو الكمية اللي نقدر إحنا ننتجها داخليا بالبلد. فالأمن الغذائي يرتبط من ناحية بالاحتياجات الأساسية من الغذاء، من ناحية ثانية بالقدرة على إنتاج هذه الأنواع من الغذاء. يجب أن نبحث في مجتمعنا، في جغرافيتنا، في إمكانياتنا الطبيعية، ونرى ما هي أنواع الغذاء اللي نقدر إحنا ننتج فيها ونصل فيها إلى حد الأمن الغذائي أو الأقرب ما يكون من هذا الحد. هل بالإمكان أن إحنا نحلم ونتمنى أن يكون عندنا أمن غذائي معتمدين على الإنتاج المحلي اللي أعتقد وأنتوا أدرى لا يزيد على 10%؟ هل في مداخلة؟ هل في رأي في هذا الموضوع مع الأخ اللي بعد دكتور؟ الميكروفون تفضل. الحقيقة أتصور أن الأمن الغذائي ليس بالضرورة هو توفر إنتاج من داخل البلد، لأن هذا الشيء يكاد يكون شبه مستحيل أن تقوم دولة بتوفر جميع أنواع الغذاء لأجيالها وأحفاد أجيالها. نعم. حتى الأمم المتحدة ما يستطيعون أن يقوموا بشيء. ولكن الأمن الغذائي هو أن يكون هناك حد أدنى من المخزون
من جميع المواد الغذائية الاستراتيجية. أول حد الأدنى صحيح. الحد الأدنى هو استهلاك كمية بكمية بمدة زمنية معينة. ما هي المدة؟ هذه المدة تتوقف على موقع البلد. إذا هي بلد مثل مثلاً جبنا أفغانستان، بلد ما عنده موانئ ومقفل، وبالتالي هذا يجب أن يكون لديه كمية كبيرة من يمكن تكون سنة أو أكثر، اللي هي دورة المحصول مثلاً. نعم. إذا طمح مثلاً سنة. إنما بلد لها عدة منافذ وموانئ، يجب أن يكون لها سياسة تتعلق بمدى سهولة تدفق السلع لهذه المنافذ. يعني مثلاً أنا أذكر مرت علي تجارب في الكويت السابق أزمة تشيرنوبل. جانا وقت كنا أن نقنن توزيع المواد الغذائية على الجمعيات، لأن ما في مواد غذائية تجي من أوروبا لأنها ملوثة. وجانا وقت أيضا لما كان في خطر أو احتمال اطفال مدير هرمز، وبالتالي أيضا السفن تتوقف. فهذه الأمور هي اللي تحدد مقدار المخزون الغذائي اللي في البلد. يا سمحت، التجربة العملية اللي مرينا فيها في العدوان العراقي دليل واضح على أن يعني لو حسبناها شيء ست شهور كان الخير موجود لمدة ست شهور، وبعد ست شهور طبعاً هذا مع النهب والسلب وأخذوا اللي خذوه أو يعني ست شهور. هل هذه المؤسسات وهذه الطاقات وإنتاج محلي واستيراد وخارجي، هل الأمن الغذائي ومخزونه يتوقف على الدولة أن تعمل حسابها، ولا عليكم أنتم تتوفرون كمؤسسات وشركات وأجهزة؟ الميكروفون أول، تفضل. مصطفى السلطاني مدير، حياك الله. عموما الشركات هي بروحها تشوف المخزون، ومن هذا المنطلق هي تحسب المخزون، لأن عليها تكلفة، عليها تكاليف، عليها تكلفة، فعلى هذا الضوء الشركات تقيم نفسها. والشيء الثاني على التواريخ، فإذا عندي مخزون مثلا، وإذا عندي مثلا صنف إلى مدة عند مدة سنتين، أقدر أخزن حق ست أشهر. بس إذا في عندي صنف تسعة أشهر، لا ما أقدر أخزن حق مدة شهر شهرين إلى نهار. طبعا حنتحدث إن شاء الله عن موضوع أثر التخزين و شو يسمونه الصلاحية، أشكرك، والصلاحية وجودة وهل المخزون في بلد مثل الكويت يعني متوفر بشكل جيد. أستاذ تفضل. وجهة نظري بدأ مطالب بالنسبة للأمن الغذائي، نحن في الكويت دولة مستورد ونعتمد على الاستيراد، لكن في تصوري الآن الدول المتقدمة تستخدم الغذاء كسلاح أو كورقة ضغط على دول العالم الثالث للخضوع لقرارات معينة. عندنا مثال النفط مقابل الغذاء، فرضخ السمرة الطاغية في الحكومة العراقية لأنهم استغلوا عليهم ورقة الضغط الغذاء. أيضا عبر تسلسل التاريخ، لأن فيه مثل بسيط جدا، ما يملك رغيف الخبز لا يملك قرار سياسي. فعندنا أمثلة كثيرة عبر تسلسل التاريخ، آخرها ثورة الخبز في الأردن، حدث بلبلة، حدث عدم استقرار في الأمن نتيجة لنقص في السلعة الغذائية. أيضا هناك سلع استراتيجية لابد من توفيرها، مثلا الخبز في الأردن ارتفع تقريبا 293 مادة غذائية، ولكن سميت بثورة الخبز لأن الخبز تعني سلعة استراتيجية لسكان الأردن. أيضا نحن في الكويت عندنا أيضا سلع استراتيجية لابد من توفيرها. عندنا مشاكل كثيرة صح، عندنا أولا ضيق المساحة، نسبة الملوحة، عدم وجود مثل الناس مختصين في كل اللي عندنا فقط ملاك مزارع وليس مزارعين، ولكن عندنا أحسن مثال في البيت المحمي. البيت المحمي استطاع أن يوفر لنا المادة الغذائية على مدار السنة. من وين بدأت فكرة البيت المحمي؟ المحمي نتيجة لدعم البحوث واستنباط أصناف، فهني يكون دور دعم البحث
قبل السياسة العليا أيضا معهد الأبحاث لابد أن يكثف جهوده يركز على استنباط أصناف تلائم بيئتنا وظروفنا القاسية أيضا تقاوم الأمراض اللي تهاجم أو الأفات التي تهاجم المحصول الزراعي في الكويت نستطيع أن نوفر جزء ولو يسير من احتياجاتنا. الحين حضرتك تكلمي قبل تكلمي بس أولي أسمع صوت الهيئة ميكروفون لو سمحت. الثروة السمكية النباتية عناوين كبيرة وجهاز ضخم، هل أروح أنام أطمئن وعارف أن عندي أمن غذائي؟ هل أنا مطمئن؟ خالد المبارك مدير إدارة الثروة السمكية، هو حقيقة لما أتكلم الآن عن جانب الأمن الغذائي أنا راح أتكلم فقط عن موضوع الأسماك. الأسماك حقيقة هي قاعدة تغطي فقط 50% إلى 60% من حاجة السوق المحلي، يعني السوق المحلي الآن قاعد يغطي فقط 50 إلى 60، ال 40% عبارة عن أسماك مستوردة من الخارج. طبعاً ما هي الإجراءات اللي تبعتها الهيئة للحفاظ على هذا المخزون وبحيث إن إحنا نرفع معدل المخزون بحيث إن إحنا ممكن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من هذه الثروة. هناك طبعاً إجراءات عديدة عملتها الهيئة من بداية الثمانينات لغاية الفترة الأخيرة هذه. يمكن كان آخر قرار هو قرار منع سيد سبيدي والذي رجع عليه. هذا الحفاظ فعلاً على المخزون. الآن هذا المخزون بالمناسبة نعم أنا من الناس اللي مستغرب أنه في ضجة حول سبيدي. يمكن أنا كذي. إحنا اللي نبص ترومبترون ما يهمنا أي نوع السمك. حضرتك ممكن تتحدث لنا شوي عن موضوع سبيدي وأهمية اللي إحنا حضرتك هذه ليش؟ قضية واحدة هذه ها؟ لا تطول فيها. سبيدي طبعاً إحنا نعرف أن سمكها طبعاً تعيش في منطقة شمال الخليج بين الكويت وبين إيران تتركز في هذه المنطقة. زين طبعا الفترة هذه اللي هي فترة الربيع فترة تكاثر الأسماك السبيدي منطق، وبالتالي احنا نقول المخزون من هذه الأسماك انت في حالة صيدها في الفترة هذه كأنك انت قاعد تقضي على الجيل الغادر اللي راح يأثر فعلا على المخزون الغادر، وبالتالي انت راح تلوث المخزون مالك للسنة الغادرة. كلنا نعرف طبعا ان الحبول او بيض السمك اللي داخل السبيدية يتراوح تقريبا من 300 إلى 500 ألف بيضة، وبالتالي انت قاعد تقضي على جيل كبير من الاسماك للموسم القادم. لذلك اتخذ حقيقه القرار ونعتبره قرار يعني كان جيد وقرار حقيقه كان ينظر الى انه يحافظ على هذا المخزون طبعا بلا تنفيذه. حاره ومستمر في ضغوط وخاطئه ايضا احنا ضغوط ومستمرين بتعريفها. نعم الحمد لله. زين كمل. فطبعا احنا نقول ان الصيد المحلي حاليا قاعد يغطي فقط من 50 الى 60%. احنا قاعد نسعى الى ان نصل الى الاكتفاء الذاتي من الاسماك. شلون نصل الى الاكتفاء الذاتي؟ الاكتفاء الذاتي بان جميع مؤسسات الدوله والسلاطين وقطاع المسلحين تتوافر مفروض الجهود في الحفاظ على هذا المخزون. نعم. عندما نحافظ على المخزون نضمن ان يبقى المخزون هذا معنا الى سنوات قادمه وفي زياده ملحوظه. يمكن خير مثال ان بدينا في تطبيق مواسم الحظر للربيان من سنوات. نعم. وفعلا شفنا ان الموسم الربيان بازدياد من موسم الى اخر. هذا طبعا دليل ان احنا قاعد نطمح الى ان نصل الى اكتفاء ذاتي ان شاء الله من الربيع خلال مواسم قادمه. طبعا هناك خطوط ثانيه مساعده مثل عمليه استزراع الاسماك، عمليه تطبيق الرقابه البحريه المستمره، عمليه استزراع الاسماك اللي عن طريق المزارع النباتيه الى اخره. حقيقة اكثر من مواضيع. اشكرك. سنة تفضلي. اسمها الرحيم دكتورة زنزر من وزارة الصحة. أنا بس حبيت أعقب بما أن إحنا في الكويت لابد نحترم ظروفنا الجغرافية والبيئية، فما نقدر يعني نصبح إنه راح نكون في يوم من الأيام ننتج 100%. كل إحنا لازم نكون واقعيين، يبقى لازم نحط البدائل ولازم تكون لنا نظرة اقتصادية. فإذا كان الاستيراد حيكون تكلفته أقل من الإنتاج ما لازم نخاف من يعني من مفهوم ان احنا ما راح نقدر في يوم من الايام ننتج كل اللي احنا نبيه، فبالتالي يكون دورنا وتفكيرنا في البدائل المطروحه والمعروفه عالميا، اني يعني انا اوفر سعر استراتيجيه، وانا اركز على كلمه استراتيجيه لاني بعض الاخوان طرحوا مفهوم التنويع مطلوب
من ناحية التغذية عشان أعطي كل احتياجات جسم الإنسان من خلالها تتوفر صحته. لكن هناك نظرة أخرى أن يعني السلع الاستراتيجية لها مواصفات لازم ما تطلق بسرعة، قابلة للتخزين بظروف بالحد الأدنى من الظروف اللي ممكن أوفرها، ما أقدر أوفر مادة خزن تبريد وتجميد، هذا غير منطق. فبالتالي إذا أنا نظرت وحددت شنو أنواع السلع الاستراتيجية اللي أنا مهمتي إني أوفرها، بالتالي أفكر هل هذه السلع الاستراتيجية قادرة على إنتاجها أو لا. السؤال الثاني، إذا كنت قادرة على إنتاجها، ما هي النسبة بالحد الأقصى اللي أستطيع إني أنتجها؟ وبعدها أنظر للناحية الاقتصادية، فإذا رأيت أن استيرادي أوفر لي من إنتاجي، وأحسن مثال القمح. القمح ما أعتقد لو أني أنا متخصصة في الجانب الزراعي، ولكن من قراءاتي واحتكاكي مع يعني زملائنا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الملكية، إنه لا يمكن إن إحنا نفتكر إنه راح ننتج قمح. فبالتالي لما أنا يكون خطتي أن أستورد القمح وأحفظه تحت ظروف مناسبة له وبكميات لا تقل عن حاجة البلاد لمدة 6 شهور، مثل ما تفضل بعض الأخوان في التفسير، يعني حسب الأوامر الأخرى تحدد أنا بستة ولا بسنة أو أكثر، هذا يعني أمر آخر. إنما أنا أوفرها وأوفرها في ظروف مناسبة لها تحت الظروف الطارئة اللي ممكن أنا أستخدمها. الشيء النقطة الثانية، أنا ما أعتقد إنه نركز أو نعطي الدور الأساسي فقط للقطاع الأحمر، هم ما يقصرون، وكان تجربة الغزو تجربة ناجحة جدا أثبتت مع يعني الدور الكبير والرائد اللي قامت فيه الشركات من خلال توفير المواد الغذائية في المخازن، لكن الحكومة لها دور كبير والقطاع الخاص معاون لها، ولازم في التخزين إني أنظر إلى استراتيجية إني ما أعرض للنهب. تجربة القصر لازم نستفيد منها استفادة كبيرة. طريقة النهب كانت بسبب أن التخزين ما كان سيء 100%، المفروض يكون في مخازن سرية، في خطة مدروسة ومكتوبة تطلع هذه الخطة في وقت الحاجة لها، مو أقل في التخزين العادي اللي في أثناء الأيام العادية للتسويق. أنا أتمنى من وزارة معينة، وأنا أعتقد وزارة التجارة والصناعة هي المفروض تكون رائدة، أن تكون هناك خطة مكتوبة ومدروسة شبه سرية مثل الخطة العسكرية. في صوامع تخزين لمواد أساسية الناس ما تقدر تستغنى عنها، وعلى رأسها الحبوب اللي هو القمح. وأنا سعيدة جدا طبعا أن شركة المطاعم الدقيق والمخازن الدقيق لها مخازن الحين، وهي اللي قاعد تنفذ الخطة الموجودة اللي هي خطة استراتيجية الأمن الغذائي المعتمدة على سلع البطاقة التموينية. يعني في الكويت خطة الأمن الغذائي ما هي إلا خطة البطاقة التموينية. ما هي شيء جيد، أنا ما أقول عنه شيء، لكن ما هو عندك شيء سريع حول هذه النقطة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لما ذكرت الدكتور عيسى الكندل من بلدية الكويت، استكمالا لما ذكرت الدكتورة عن موضوع الأمن الغذائي، يا ريت يكون في هناك جهة تنسيقية بين الجهات المعنية عن موضوع الأمن الغذائي. نعم. على سبيل المثال وزارة التجارة ذكرت الدكتورة، وزارة الصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للزراعة، خاصة إذا ما عرفنا بأن هناك 90% من المواد الغذائية هي مستوردة، وبالتالي الرقم أو النسبة هذه تضطرنا إلى أن نتوجه إلى دعم المنتج المحلي، مصانع الأغذية، تشجيع الزراعة ودعمها. في السابق كان هناك يمكن الدكتورة يعني كانت شاركنا في مجلس يقال يعني يسمى بمجلس شؤون الأغذية، مجلس أعلى لشؤون الأغذية. المجلس هذا كان عبارة عن يعني العامل المشترك بين الجهات هذه، كان يرأسها سعادة وزير الصحة السابق. طبعا المجلس الحين ما له وجود، ويا ليت أنا أتمنى أن يعاد النظر بإعادة مجلس شؤون الأغذية. نعم شكرا. الآن سؤالي هو عن نوع الغذاء ومستوى الغذاء وكيف نصف الغذاء اللي يصل إلى الكويت. هل ممكن أحد يفيدنا من جوانب صحية، اجتماعية، ما أدري تخصصات عمانية؟ هذا الغذاء اللي يصل إلى الكويت الآن هو الغذاء المطلوب؟ هل هو زيادة عن المطلوب؟ المنتجات المستوردة هو على اللي نحكي عنه. تمام. المنتجات المستوردة بدون ذكر الجهل يعني أي منتجات نلاحظ أنها بجودة أقل من المنتجات المحلية وقاعدة تنافس المنتجات المحلية، فنظرا لقلة جودتها المتأثر
عليه قلة سعرها يلاحظ المشترك يتوجه بعض الأحيان إلى الأرخص منتجات الأرخص. فوين الحماية؟ وين حماية المنتجات المحلية من 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 غزو المنتجات المستوردة؟ من جهة ثانية يعني بالطبع نوعية المقاييس المستخدمة في في صناعة الأحذية عندنا إحنا تصحيح جرايد من فترة ما نقدر نذكر أن رقم الجريدة تاريخ إصدار المقالة بس ذكرت في إحدى الجرائد أن الألوان الصناعية وبالذات لون إنيا يسبب 110 عفوا يسبب لمرض السرطان. طيب الحين مشكلة الألوان في ألوان التصنيفات هي حرب الإي عموما وحرب متعارف عليها دوليا تم الاتفاق عليه بما فيه أنه يعطى إلى المواد المضادة للأذية. عندنا من إي 100 إلى إي 199 هذه الألوان المضادة للأذية بغض النظر إذا كانت صناعية أو طبيعية. عندنا من إي 200 إلى إي 299 هذه المواد المضافة بغض النظر إذا كانت صناعية أو طبيعية. أنا مصنع كويتي قاعد اتبع سياسة من فترة هي سياسة طبيعي وبدون استخدام ألوان صناعية. أنا أستخدم لون رغمة إي 160 هو لون أصفر نفس اللون اللي ذكرته إحدى الصحف. وبالتالي ما في لون طبيعي ما في لون صناعي طبيعي. أنا شيء راح أنظر ردًا على اللي نشر بالجرائد. من يحكم حتى أقول لك ما يحكم لي الجرائد في الموضوع وإلا المختبرات المقاييس الأجهزة الرسمية. يعني إذا كانت مقالة في جريدة فأنا لا أخذها. المقالة أكثر تخلي المستهلك يشوف قبل الله يشتري سلعة. غلطان هو بس روح لي للمسؤول. أنت هذا المسؤول؟ تعرف لماذا يا أخي؟ الحين احنا نتكلم عن موضوع الأغذية المستوردة أو الأغذية المحلية. احنا نتأكد من هنا هالبرنامج من جميع الأغذية اللي توصل للمستهلك الكويتي ما يتم التصريح لها إلا بعد ما يتم فحصها وبعد ما بعد ما تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس. إذا كانت سلعة كويتية أو إذا كانت سلعة مستوردة من دول الخليج تطبق على المواصفات القياسية الخليجية أو الإقليمية أو العالمية. فأنا أحب أكد من احترامي لك أن الراجل إذا ما في مقاييس فيه بس نطلب إحنا الجريدة اللي هي الوطن تاريخ 24/2 طلبنا تصريح أن وضع ضوابط حق المعايير هذه تضبطها يعني ما تصير يعني أو تقربون بينها على الأقل عشان المستهلك يعرف إيش قاعد إحنا دورنا بلدية الجهاز القومي لكن إحنا ما نصرح العائلة والمواد الغذائية اللي داخل البلد إلا بعد ما ناخذ موافقة الإخوان من جهة اختصاص مختبرات وزارة الصحة وهم الجهة المعنية في فحص الدورة على أعتقد كل شيء عرف يتبع دائرة الدوائر حضرتك عندك مجموعة دوائر مهمة وأنا أعتقد دخلت في موضوع كبير بعدين لكن الآن لأهميته والجميع متحفز للحوار فيه والتفتحته ها بس أبي أسأل أنت قلت الصحة أجهزة أنا الحين اللي مستخدم لها هي أغذية أو مواد طيب البلدية مش يجب أن يكون لها مختبراتها الخاصة في هذه القضية هل وزارة التجارة على سبيل المثل وأعتقد موجود أحد من التجارة بأن كان سباقا منذ سنوات بوضع معايير ومقاييس محترمة ولا يفاجئنا بين فترة وأخرى قريبا أظهرت وهذا الشيء مفاجآت ومختبرات البلدية وينها في هذه القضية؟ ليش نروح للصحة يسوون بر ولا يسوون مانعة كل السعيدة؟ البلدية بصدد إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية من خلال القطاع الخاص. ويمكن أن قرأت بالصحف قبل شهر عقد اجتماع بين بلدية الكويت ووزير هذا الموضوع وكان من ضمن المواضيع اللي طرحت النقاش في هذا الاجتماع هو التوجه نحو إنشاء مختبرات خاصة ببلدية الكويت بفحص المواد الغذائية. والقطاع الخاص يقوم فيه. يقوم في القطاع الخاص طبعا بالتنسيق تحت اشراف وزارة الصحة والبلدية. لا بأس. تفضل. دكتور اسامة من مختبرات الصحة العامة. بالنسبة للأخ اللي تكلم عن الألوان والضوابط بالنسبة للمواد الغذائية في نسبة للمختبر
للفحص على جميع الألوان، وفي عندنا من وزارة التجارة مواصفات خاصة، وغير وزارة التجارة من المنظمة الصحية العالمية ومن الفاو، بعدين من منظمة المواصفات القياسية العالمية نتبعها. فإذا ما كانت في مواصفة كويتية دائماً إحنا في نشرات تجينا من الـFDA اللي هي الـFDA اللي هي الإدارة الأدوية والأغذية الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية، في حين أي لون جديد يكون مصرح فيه ويمنع فنبتدي نطبق عليه نفس المواصفة. فإحنا بالنسبة للجرائد ما نقدر نمسكها أو نقول له صلح هذا، لأن هم يروحون مرات يقابلون ناس ما يكونون لهم علاقة، يعني هم ما يأوون للمختبر وسألوننا شنو اللي تسوى عشان إحنا نرد عليه، يمكن راحوا لأي شخص شافه وطلع التصريح. ملابس ملابس هذا اللي طلع المضايق مشتك عليه. فهذا واحد من الأشياء. فالأكل اللي يوصل للسوق عموما تقريبا أكثر يكون مخصوص بالمختبر ومتبع على حسب مواصفات موجودة بالطلب. تفضل وزارة التجارة. هذا عندي تعليق بالبسيط، بس أنا قاعد أتكلم عن ضرر مترتب للمصنع. هذا لما ترتب على استعمال مواد تبعية هذا راح يكلفني. فأكثر التصريح اللي طلع بالجرايد تصريح من رسمي ما طلع بالجرايد، هو تصريح بس، يعني هو مقالة منشرة ملحة أيضا يتحمل كل شيء. هذه القضية قضية كيف يعني قضية مختلفة على الحوار مع الآن قضية الصحافة ما تكتب. تفضل وزارة التجارة. طالب الفهد إدارة مواصفات المقاييس هي العامة للسلع أصبحت. هي العامة للسلع. يعني هذا ربكم ولا نزلوكم؟ طبعا إن شاء الله هذا بيصير لكم إن شاء الله. طبعا إدارة مواصفات المقاييس هي يمكن المؤسسة الوحيدة في دولة الكويت المسؤولة عن كان تشتري في إعداد المواصفات المقاييس لجميع المنتجات، ليس بس فقط المنتجات التجارية. صحيح. ففي هذا الصدد الحقيقة يعني الإدارة تقوم بتشكيل لجان على مستوى دولة الكويت، يشارك فيه التجار والمصنعين والمؤسسات الحكومية الرقابية طبعا وكذلك الجهات الأكاديمية، يشاركون في إعداد في من خلال هذه الإدارة الفنية في إعداد مواصفات تناسب ظروف البيئة وظروف استعمال وتداول في دولة الكويت. طبعا ناخذ في عين الاعتبار جميع المواصفات والتعامل فيها على المستوى الدولي، سواء العربي الاقرب منه او الخليجي، وكذلك على المستوى العام. تاخذ في عين الاعتبار جميع الوسائل والعادات والتقاليد المستخدمه في تداول وتناول البضاعه، وبالتالي تصدر اشتراطات تتناسب ومستويات استهلاكنا ومستويات الدوليه بالنسبه لاستهلاك هذه المواصفات. فنحن نؤكد بان ما يصدر في هذه المواصفات هي مواصفات تخدم وترقى بمستوى المنتج المستورد لدولة الكويت بحيث تحقق الأمان للمستهلك ويرقى طبعا إلى تحقيق الجودة بالنسبة للاستهلاك. أشكرك على ما كلمت وعذرني. أسمع كلام جميل، وأي واحد مسؤول على أي كرسي مثل حضرتك وغيره لا بد من أن يستمد دفاعا عن مكانه، لكن نحن نعرف الآن ونعيش بأن هناك طش تجاري واسع في هذه العملية. قضية صناعة الورق التي لفت إلى 6 دينار الطلع اللي داخلها ما يسوى علبتين، واللف في الورق والأسواق أخيرا والطائرات السيارات. هل عندك أجهزة وتخصصات ومعدات انت في جهاز العالم ولا عندك ميزانية؟ نعم عندنا اجهزة في مجال تفضلت فيه، يعني خاصة مفاجأة الان، يعني اصبحنا من شهر واحد الماضي بتطبيق المواصفات الالزامية في مجال المناديل والاسواق، ولكن في مجال المواد الغذائية نحن منذ 81 هي مواصفات الزامية، ونحن نتعامل حقيقة مع الجهات الرقابية بلدية الكويت وكذلك وزارة الصحة والمنازل الجمركية بالإحكام والسيطرة على جميع المنتجات هي منتجات قدر. قال الناس ودي جمال كمان الشوالي. على أيدك مبارك كلام جدا مستعجل. عفوا بس عيد لي، انت مدير جمارك كمان الشمالية. الشمالية اي يعني هو من اشويق والبلدية عدد. كلام فعلا جميل. انا اعطيك على سبيل المثال واقع عندي من اشويق. من اشويق يمكن انشئ من 50 سنة ومنتج عالي جدا. لحد اليوم ما في مكتب. اليوم مع احترامي اخوان البلدية اللي يقول انا اعطيك على جمالك تعجز في مخازن التاجر
لأي الكشف والمختبرات والميزانيات والتعلم تحجز مواد قابلة لجلعة اليوم تحجز في مخازن التاج لأي الكشف عليه لا قصور من الأخوان لكن هذا واقع عندنا في دول أفريقية أنا زرت ورحت مؤتمرات أفضل من الكويت لكن عندنا مختبرات جديدة إحنا اليوم هذا ما في مختبر تطلع البضاعة تحجز في مخازن التاج وبعدين شو يصير متابعة هاي مشكلة أساسية نعم شكرا أنا شايف حيصير الحوار بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص ساكت لم يتفضل عقل خلينا نسمع أول أخبار من جميل سلطان وشيخ مرت السلطان في البداية نحب أن الأخوة البلدية يعطوا إلى الأمان تعزوا في الأمان أنت تتكلم بحرية أكفلك أكفلك حبيبي لي وربعي يعطوا إلى الأمان أيضا أتكلم بحرية وأقول لبالي أرجو ذلك أنا أتكلم بشوية عن مختبرات أنا راح نسمح للقطاع الخاص بأنه ينشئ مختبرات. قد وصل قرار الاتحاد الاجتماعي اللي صار معنا بعد جهد جميل كلام يتفضل في الأخطر شوية أنا ما أقول مختبر واحد مختبر واحد قابل إنجاز الصحة العينات تأخر الشغل تأخر أي شيء يثيبه أنت اللي صالحي تمت الشهر ما لك أين بالطلبة قبل شهر أي شيء يثيبه الأخوان عندهم ناس بدون الحصول على كثير من الأغذية مجرد النظر عندهم ضوابط ولكن قوانين والقرارات المتخذة صارت هذه السنة ما تنتهي بس لازم أنا أشكر من المجتمع الحين قاعد يتحدثون غير من الشعب شغلة راح أتكلم فيها عن المختبرات الخاصة أنت الحين لما تروح تفحصها لازم أرسل مختبر خاص يفحصها أنت همك نوعية البحث ما همك وين تكون أنت عندك فحص على البكتيريا يعني المنطقة قال لك أنا هذا الفحص المطلوب سواء عملت من الكويت سواء إلى من برا أو شيء ثاني أنت همك نوع البحث في مختبرات موجودة تابعة للقطاع الخاص اللي كانت تقوم بالفحوصات هذه كلها اللي كانت مجرد قرار اليوم ما في قرار ما تصير قرار لازم المختبرات الخاصة تجلس في الفحص المعين هذا من ناحية من ناحية ثانية في مواد غذائية أنت تجيبها بالشهر أربع خمس مرات ما في اسم اي نوع من الكاكاو تعرفين كل الكاكاو اللي فيه معروف تسوي شركه نسله شركه نسله طيب انت فحصتها مره بعدين ثاني يوم فحصتها اليوم يقاتل فحصتها اليوم ايش حكي؟ اخي شيء جوال تمسك انت لما يجي للسنه 50 مره فحصتها 10 مرات ما في داعي انك في اشياء كثيره غير كان عندنا اخوان في البلديه الحلوين اللي قاعد يعيدون يسافروا وتاخذونه ويسافرون علينا خلينا نسمع الرد تفضل فعلا بالسابق انه قاعد يعاني من الامنيات لكن بالوقت الحالي بدل ما قاعد يواجه المشاكل هذه وقاعد يعني قاعدين سهل الامور بالعكس لا حتى اللغه اللي كانت خاصه باللغه المستورده كانت كانوا يقولون عرق من عواقب تسهيل الاجراءات تم القرار من قبل أخو عبد الله من الرئيس وتم تسهيل جميع الإجراءات حكيت يعني البقية المستوردة اللجنة السفيرة بحيث أنها سرعت تصديق الإجراءات مالت التجار ولا أعتقد أن في تغيير بالعكس مواد غذائية تكرر استيرادة بعد يحطها في يعني جهات عندهم من البقية المستوردة عندها المراقبة وقاعد تسهلها جميع المواد المعروفة تدخل بدون يعني نعم تعديلات كذا مسك آراء الأخوة تفضل هذا اسمه من بلفتت لكن بس قال وجهة نظري اللي عنده وقال الماركات المتكررة السرعة نعم الماركات المتكررة السرعة لا تؤخذ باستمرار ولا تؤخذ بسرعة يمكن ثلاث أربع أشياء لا تؤخذ واحدة نعم على رأي أنا مختبر ما يمنع أن يكون بوزارة الصحة أو بالبلدية أو جهة ثالثة لأن المختبر المواد الغذائية تأخذ شوية تروح إلى ورا المستشفى العمالي ما يصير سبع كيلو مساحة بينهم وما يمنع التكامل بين الوزارات ولا نقول ولا يأخر واحد. أما المختبرات الخاصة تفضل عنها وين؟ المختبر الخاص ليس خارج الرقابة الحكومية. نعم. في محاضير تمنع وجوده. بس الحين بس يقول الدولة ترقب بين التخصيص ترقب ولكن لا يزال هذا يعني أنت مقتنع عندك وجهات نظر زين قد يكون قبل ما نعرف أنا
لكن حسيت المزيد من أنا ودي نقعد شوية في هذا الموضوع أكثر لأنه مهم. وفي الحين كأن مجموعة تجار مجموعة تصدر مصالح المستوردين من الأرضية عندهم وجهة نظر وأنتم تحاولون بقدر الإمكان أن توافقون هذا الشيء نجري. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر أنوار بلدية الكويت. أنا أعتقد الموضوع اللي قاعدين نطرحه يعني موضوع مهم وحساس لأنه يتعلق بصحة المواطن، فلابد أن تكون هناك رقابة ورقابة شديدة. يعني الإخوان يمكن من نظرة التجار يبون الربح ما يهم أشياء إنشاء ثاني يربح هذا أهم شيء عنده. المواطن أو المستهلك سبب له كذا هذا النوع من التسمم أو من مشاكل صحية ما عنده يعني أهمية في الموضوع. إحنا كبلدية أو كجهاز رقابي لا العكس، يهمنا أن يكون المواطن يستلم غذاء سليم صحيح مواصفات مراقب صحيا مكشوف عليه من قبل جهات مختصة. جميل متحمس بالله عليك. أنا بس أخير أبو طارق كنت خارج الموضوع بس لحلق الموضوع على حد كل حاجة معنا في شركة نورد ستور، شركة أصحاب متاجر مشهورين بالسوق، عندهم سياسة إنك تشتري وتسترجع البضاعة بدون ما تسأل سؤال. يعني تشتري الشيء رجع لي البضاعة يقف إنك تعطيك فلوسك وما تسأل. اتصل يشتغل مركز الخدمة فالبضاعة بالمدير العام مال شركة نورد ستور. قال إحنا سياساتنا ما نسأل لما الواحد يرجع. قال لي قال أنا واحد جاي بطارة. قال له زين خذهم عطى فلوسه. قال بس احنا ما نبيع كارت. قال خذهم عطى فلوسه. راح الرجال راحوا لنفس الكارت احنا ما نبيع كارت قد استقلنا وهذا الوقت الشاش قص علينا وفعلته وتركته. قال احنا ندري نسب عندي ندري كذي ندري كذا ندري 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 ولكن اللي تشكون احنا نسوي ليش انا احط ضوابط عشان اعطي 98% لانتين بالسوق؟ القوانين تفترض انت مذنب الى ان تثبت عصام، انت غشاش الى ان تثبت عصام. هذا مو صحيح. انا اثبت 90% ولكن اذا واحد غش عاقبه لكن ما اروح ابني على قوانين اعطل فيها التجاره واعطل فيها الاستيراد على اساس الناس كلها غشاشه. هذا مو صحيح. هذا غلط. تفضل. رائد العيسى مدير شركة مواد بناء. طبعا انا عبارة عن اخوان البلدية يعطيهم الف عافية بكثير من المجالات. انما انا لاحظ بهناك قصور في عملية تفتيش ونقل المواد الغذائية من سواء الميناء الى عملية الفحص لوزارة الصحة واستقراش النتيجة. وانا ودي اني اركز على المواد اللي يسمونها بيرشبل جودز اللي تجي بالطيارة في اشياء تجي اللي هي عمرها 21 يوم مثل الاجبان والشغلات هذه. هذه تنقل من المطار وتسلم الى التاجر وديها مخازنه الى ان تجي النتيجه. اذا ما تبغى 21 يوم افتراضا خلال يومين لازم تعطيني نتيجه. اما النتيجه تطلع عقب 14 يوم او 25 يوم هذا مبدا مرفوض. هذا موضوع. الموضوع الثاني زين الماده هذه هل هي فروزن جودز هل هي ماده ناشفه هل هي تكون ايا كانت كيف تنقلها؟ عملية النقل تتغير من مادة إلى أخرى. المادة اللي تحتاج 4 سلسيوس غير المادة اللي هي فروزن جودز مثل الدجاج المثلج أو المشيعي كيلرز أو الأشياء هذه كلها توضع سيارة نفس السيارة اللي تودي المادة ناشفة ودون مادة مثلجة. سيارة يمكن الله يعلم يقولون فيها براد على عينه وراسي في بعض الأحيان شغال براد في بعض الأحيان إحنا رحنا وركزنا على السيارات البراد موجود. المادة تنقل في كيس توضع على الأرض إلى أن وقت السيارة متين تحط بالسيارة أوكي اشتغل براد ما اشتغل الله يعلم وصلت لمكان الصحة تعال انطر 5 دقائق على ما تنزل وين بالصحة؟ طبعا عندهم ثلاجات ما عندهم ثلاجات لكن هل الثلاجات كافية للعجينات اللي تروح؟ شو الأولوية بين المثلج وبين الشيء اللي يحتاج على طول فحصه؟ الثلاجات يبي له بعد ساعة يلا انتهي. إنما الجبنة اللي عمرها 21 يوم المفروض تعطي نتيجة في 3 ساعة. حبيبي نسمع رد لأن كلهم الأخوة البلدية إن شاء الله عارف. لا يمكن المختبر يستلم ما
مادة غذائية تغير وضعها الطبيعي. تفضلك. عفوا بالنسبة للأخ تكلم عن الأجبان، أول شيء الجبن إحنا أول ما نستلمه الفحص من الأجبان ما يطول أكثر من يومين من المختبر، إلا إذا كان الجبنة غير صالحة. هذا اللي يصير بالمختبر يطول أكثر 5 أيام لأنه يسووا لكم اختبارات تأكيدية عشان يأكدون إن نوع البكتيريا اللي فيه. أما بالنسبة لطريقة النقل، المختبر أول ما توصل للمواد لأن في مواصفات لطرق النقل، فأول ما توصل المواد للمختبر إذا كانت مو منقولة بطريقة صحيحة على طول تترجع بالسيارة، ونطلب منهم تزويدها بالظروف والاشتراطات لكل مادة. فإحنا ما نستلم أي مادة تكون منقولة بمواصفات غير اللي ما يناسب المادة. هل في تفتيش دوري أو رقابة على الوسائل اللي أنت طرحتها؟ هذه النقل، الرادار، العمالة، هل رقابة عليهم أنفسهم بأداء وبأداء عملهم بشكل جيد؟ تفضل. طارق، بالنسبة لموضوع الإخوان أصحاب الشركات، أنا أحب أؤكد نقطة عندهم، يعني يحملون العبء عن بلدي على مفروض وزارة الصحة في المدة اللي قاعدة تصير التعليم. هم يعتمدون عن أعمالهم الخاصة، هم عندهم مندوبين. والمندوب يطلع ولا يتابع معهم، هو قاعد بمكتبه والمندوب ينقل الصورة. يعني يحمل الخطأ اللي عن مندوب، يحمل أجهزة بلدية أو مختبر وزارة الصحة. يعني يجي المندوب يحط بضاعة يطلع يروح. ما يراجع، ما يتابع مراجع صحة. وبالنسبة للمواضيع الأجبان أو الفوزن أو الفيش المطار على طول نأخذ بالسيارة ممكن بعدها يومين الإخوان بالمختبر، يعني هم قاعد يعرفون كيفية نقلنا ولا في أي تأخير. أنا ما أعتقد هو يرقب أي واحد من الموجودين بتهمة البلدية، مؤكد هم يريدون في هذا البرنامج أن نصل إلى تفتيت أنفسنا لوضع حدود، متأكد. وهذا اللي أنا حتى الإخوان بعض الإخوان قالوا لينا وحكينا ما يسألون أهل البلدية، كان سؤال بريء جدا. وأنا صرت قلت بالعكس راح يأتي الأخ عيسى ومجموعة الإدارات كلها والإخوان في البلدية ليسمعون منكم ليحسنون أدائهم وعملهم. ترى هذا اللي قلته. عيسى، لو تكرم، هل أنت واثق وبأمانة في كفاءة وقدرة وإبداع وثقافة مفتشين؟ أبو مطار بس قبل ما أجاوب ودي أرد أنا الأخرج على موضوع الجبنة. إحنا كبلدية مستعدين أي شركة تتحق يعني لها تحفظ على السيارات اللي يتم نقل المواد الغذائية أو عينات المواد الغذائية فيها من البلدية إلى وزارة الصحة، إحنا مستعدين. إذا كانت الشركة نفسها مستعدة أن توقف السيارة هذه، إحنا على استعداد أن يطلع مراقب من البلدية مع السيارة هذه ويشوف صاحب الشركة بعينه أن يتم إيصال هذه العينة إلى مختبر وزارة الصحة. فإذا كانت الشركات عندهم استعداد، إحنا ما عندنا مانع أن أقول لك إن شاء الله أن تكون هناك مختبرات محترفة ومهيئة بين مختبرات الصحة. نتكلم عن شيء من الصحة. رد على جوابي. القائد العاملين. يعني بالنسبة للمراقبين والمفتشين البلدية، لو ما كانت الخطوط كان البلدية ما منحتهم سلطة الضبطية القضائية. سلطة الضبطية القضائية ما تمنح لأي شخص. المراقبين هذول دشوا دورات متخصصة. الدورات هذه من أدتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. بالسابق كانوا طريق دورات لما توصلوا ياخذون دورة سنة، فيما بعد أصبحت الدورات هذه حملة الثانوية العامة وسنتين بعد حصول على الثانوية في دورة من قبل الأخوة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. دبلوم صحة دبلية ودبلوم صحة. فعملهم عمل رقابي، والعمل الرقابي هو يعني هذا أي عمل في أي جهة أخرى يعني قابل للانتقاد. خاصة وأن علاقتهم علاقة مباشرة مع مصالح التجارة. السؤال الثاني، هل بحالة الشك على أحمد إنه زودها شوية، استقل موقعه منصبه، لكم إجراءات قاسية تجاه المخالفين أو هذول؟ طبعاً يعني يمكن في
حالات تم سحب الضبطية القضائية في مفتشين وفي المفتشين. ضف إلى هذا هناك لجنة تسمى بلجنة مخالفات نقلية. يعني المخالفة لما يتم تحريفها من قبل المراقب أو المفتش نقلية ويتم إحالتها إلى المركز ومن ثم إلى المراقبة في المحافظة ومن ثم إلى اللجنة لجنة مخالفات نقلية، يعني ما ترسل إلى جهة قضائية مباشرة. ليس الحكومة أنت إداراتك مثل الحكومة ما يقولها ولكم في العمر الثلاثلوم اللي يستكون تفضل أبوي رئيس تنبيهات التسويق ويتجد خلص لكم على أصحاب المرادة فلعب المطاعة تطريق مطلق السنة رئيس الشهر لكن نكتشف من البطاعة رغم نطور عبر قيامات لكن نكتشف من بأخر إذا الثلاث كانت البطاعة العالم كان يتصدر بخطف نطور عبر قناة السنة متاعة نقوم جادنا كأخطاء التابع أو المطاعة لا لا حصل لا إحنا كل واحد طريقة كما نتكلم عن مركز سياري تمسك عندنا يا أرض التاجر أو من محاولة البلدية طبعا وتكون فاسة بس التاجر هذا يكون مقطع على القصة اللي هو مسؤول يعني أدافع حفاظ من القصة اليوم عن جمعية سامية أبو سامية طروبة جمعية حلوة ومحترمة لها وزنها يعني رحت اليوم شريت 4-5 دينار فراولة بدون مبالغة ما استخدمنا أكثر من علبة واحدة بعد ما صفيناها فلما شفت لي السلة قلنا حرام لا روح يدفي عليهم خلوا الخمسة اللي هي من حلقة المصلح للأكل والباقي نليس لا مبالغ فالقش كذلك وبيع على الناس يأتي من جمعيات التعاونية هل في وجهة نظر جمعيات التعاونية
كان عندنا نوعين من الصنفين عليهم باعتقادهم ان وضع ان هالصنفين انتهت من بيتي. طبعا انا طبعا النساء يقولون ان التاجر يدرس من دبينه ولا يدري، انا اختلف وياهم لان التاجر حريص دائما ورا شغله وباستمرار لان العتاب ما شاء. فشيت على لجنه كانت في مينا شوي من البلديه جزء من مينا شوي، للاسف بحدود 6 أشخاص كانوا موجودين. لما دشينا وجدنا ان الجماعه هناك، واقول لك اياها للاسف، 4 منهم ياخذون حد، واحد يدق يتكلم ويا التليفون الموبايل والرئيس يحكي. فما افتكر ان الرقابه الصحيه على مستوى ثقافي او مع الوضع اللي احنا اليوم نحتاجه في البلد، لان المشكله موجوده بس للاسف المسؤولين يحاولون يتجنبوها ويجدون اي طريقه يكررون بطريقه مختلفه. انا هذا بدي شكرا. بعض الموضوع الصعب جدا اللي تقرر كبدايه البرنامج اللي هو مواصفات والاطارات، وهذه العبارات جدا مهمه وسببت حوادث جدا بلدي كلكم عارفينها. مش ثاني كلمه الاطارات فيها مواصفات، مواصفات تجيب لي شهاده من اي دوله برا. على سبيل المثال وهذا واقع عندي اثباتات فيها، شهاده مواصفات تنباع 100 دولار من فجاه دوله الكويت بدون لا مختبر ولا استولى على الاساس ولا كان مختبر. انا ما اقصد انه مختبر ولا مختبر عام يكون، يعني يكون مبنى من 5000 الى 6000 متر في مواصلات القرارات ومواد فلاحيه في مواصلات القطار. عندنا بالبلد اكثر بلد يتشرع، يعني انا اطلع لك في الجريده الرسميه لو تطبق الحلاقين المواصفه، مواد البناء حديد قطارات مواد غنائيه ما تخلص. كل هالامور هاي تحتاج مختبرات، ما هي موجوده عندنا في الكويت مختبرات. نعم تفضل. استاذ علي الجهان من كلية الطب الصحية، نرجع لموضوع الرقابة، كنت تسويت لك سؤال عن ذات الأرضية. كنا نسمع أن في تشغلية عندنا شيء اسمه حقيبة التفتيش اللي تحتوي على أدوات خاصة معقمة يسحب عن طريق العينات فيها جودة التفتيشية. ما أدري شو تعليقكم على مصير هالحقيبة هذه وين تكون؟ أيضا سؤال أوجهه لمصانع الأغذية، المفروض مصانع الأغذية أيضا تكون مسؤولة على تحديث جودة أكواد المنتج الغذائي، يعني يشترط أن يكون في عندهم مختبر لفحص المنتج الغذائي قبل ما يطلع من المؤسسة نفسها، فاعتمادهم كليا على الرقابة من قبل إدارة الأغذية أية الجهة اللي فيه وتعطيها العينات وتفحص وتحدد جودة المنتج الغذائي. نعم أنا أعتقد أن دول عديدة مرت في تجارب من هذا النوع من قبلنا، ولكن نحن لازلنا، وهذا موجه لدخول الأدوية والصحة وكذا، وممكن يكون أنا غلطان، إن لازلنا أي شيء حكومي يمكن متعة التسلط وأن يكون هذه الأجهزة موجودة. أنا أعتقد الرقابة الغذائية وغيرها في دول وضع لها حلول لصالح بالدرجة الأولى المستهلك وعلاقته بالتاجر. هذا الأمر الطبيعي، وجود الرقابة ضرورة ومهم، ولكن هناك أنظمة متطورة جدا ومرنة، وليس جهاز موجود مثل البعض كذا يروح يدش ويبتدي، واكو شباب ما شاء الله عليهم عندكم يستانس ويدخل شيء يقولوا تعرفون هم عرفتم هذا مجرم. ففي خلل عندكم، واذا ما قرينا في هذا الخلل في البلديه او الصحه او في، والله ما راح تصلح الاوضاع. ما عندكم تضارب بين شغله اسمها صحه وبلديه وبعد شنو اكو؟ وتجاره، هذه ما في مشاكل؟ ما في تضارب من الصلاحيات؟ تفضل. حقيقه طبعا احنا نقول الكلام لله، واحنا ما نقول الا والله احنا خالين من كل العيوب. الواحد لازم يعترف، هناك عيوب، لكن احنا نحاول يعني نعالج هذه العيوب. وهذه الحمد لله يعني السياسه المتخذه في البلديه، كم بلديه يعني انا موظف البلديه. النقطه الثانيه لازم
يعني نعتبر كل انه ارضاء الناس غاية لا تدرك. انت ما تقدر ترضي الكل وما تقدر تراقب الكل. النقطة الثالثة لازم الاخوان يعرفونها انه احنا ما احنا ضد التجارة، بالعكس احنا نعين ونعاون، بس نبي نتاكد من صحة المواطن والمقيم على هذه الارض اهم شيء عندنا. هذه مع معرفة الاخوان. النقطة الثالثة او الرابعة، هناك نوعيات وكميات اغذية تدخل البلد ما في دولة في العالم. يعني هناك احنا في الكويت عندنا اكثر من 130 جنسية، وكل جنسية لها نوع من الاكل، نوع يمكن يكون غير صالح مقدريا، ولكن الفئة الموجودة في البلد او الشريعة هذه الموجودة تاكل نقول شرق آسيا، لهم اكل نوعيات من الاكل انت لما تشوفه او تختبرها غير صالحة. ما نتكلم عن دول، بعض الدول العربية بعض الأجبان ما يأكلها إلا فيها محل التوت. فهذه هي مضاقة أن الأطفال لازم يأخذونها في العائلة. لحظة لحظة لحظة، وأنتم على مو ممنوع دخول التوت هذا؟ نجد فيها دول. لا مو ممنوع. ممنوع ولا لا؟ إذا أوصل إلى شيء آخر من يدرك عليه؟ عيسى تمنعون الجمارك، وين الجمارك؟ تمنعون توت؟ يقولك الرجال حرية الخاصة والشخصية يا ثلاثة. أنتم منعتوا البيرة بدون كحول، أنتم منعتوا اللبانة والمستكة يسمونها والباب باس عليه. هاي هم بعد وسويتة وسويتة. يا بطال حكي يا بطال، إحنا بالكويت ثلاثة باذنجان. هو إسلام تشمس وتقول خير صالح. إذا إحنا ليش ما نمنع العراق مثل ما نمنع السويكة على الناس الثانية؟ لا السويكة مو بالثاني، هذا مو بالمخدرات، مو بالتشخيص، والبان هذول هذه الأشياء الثانية. النقطة اللي بصل لها يعني بطارق بعطيك الكلام الكوار، النقطة اللي بصل لها نحن قاعدين نتحمى، يعني قاعدين نستهد وما كل مجتهد نصيب، وقاعدين نحاول، والإخوان يمكن لاحظوا كويسة من خلال الكلام إنه الشباب الآن المستلم المسؤوليات البلدية قاعد يحاول يطور وقاعد ينسق مع جهات أخرى، لكن الأشياء ما تجي بيوم وليلة. يعني نتمنى إن شاء الله إنه في المستقبل وفي الوقت القريب راح يكون أشياء مهم جدا. التطوير مهم. أفضل تفضل خلينا نسمع الأخبار الأخرية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تستهدف ليس تحليل بل تبسيط للأعمال والتجارة الغير وطنيين الذي تلعب حتى في صلاحية تحرير وحكة الكلام العورية. ما عندي القدرة الرقابية على دور بلد الكويت في التشديد على الرقابة على كل ما يمس الله فالرقابة إذا الرقابة مشروفة. أنا مندوب الرقابة مندوب بلدية مندوب لما يجيني يقول لي في عندك مخالفة أشكره، لأن أنا لما المواطن على الله يتورط من المادة اللي يستعملها ما أستفيد مال جمعية أهلي. فأنا أؤيد وأعطيني بيد كل من يريد يدفع الرقابة مع تفسير الإجراءات. إنما إني أقول والله أخفف الإجراءات لمصلحة بيئة معينة يزيد أنا من مبيعاتي الجمعية قال لي يزيد من مبيعاته أنا خالف المواطن. فهي لا تحديد الرقابة لا يظهر على المتعارف قبل المتعارف هذا يعني أضرب وقافة التاجر أو أي مورد يستوي بضاعة واضحة في المحل. الساحل نقض نكون عنيفين، كل هذه التساؤلات توصلنا إلى عين في الحلقة القادمة الأسبوع القادم. شكرا لكم، مع السلامة. I'm going to go to the next one.